شخصية بارزة من ضمنهم السيد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي يفيد الآن برفقة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم جازا. إذن شكر موصول كذلك للسلطات الأمنية وعلى رأسها الدرجة الملكية الأمن الوطني، القوات المساعدة والوقاية المدنية. الحمد لله تمكنا من انسداد 20 كيلومتر الاولى من انسداد باربع مغازات ودارنا نحتلوا المركز الثاني والثالث، ما حلفناش بالحق باش نفوزوا. ان شاء الله في اليوم الثاني ان شاء الله نشوف الربح في مرحلة اخرى. كنا ديال هذا الفوز هذا صاحب السمو مولاي الحسن والذكرى ديالو 20 جلالة الملك نصر الله. Hola pues, aquí estamos después de la primera etapa de la Challenge de FES. La verdad que el nivel ha sido bastante alto y la velocidad se ha ido muy rápido, ha hecho calor y las sensaciones por mi parte han sido buenas. Mi compañero Nasser ha hecho segundo en la etapa y estamos contentos. في اطار البرنامج الوطني للجامعه الملكيه المغربيه لسباق الدراجات، تنظم جامعه الدوري الدولي للامير مولاي الحسن في نسخته 11، السباق اللي شاركوا فيه عده دول اجنبيه افريقيه عربيه، والحمد لله السباق ديال اليوم ما بين فاس وتازا مر على احسن ما يرام، وكان الفريق الوطني المغربي دائما في المقدمة وكان هو اللي مسيطر على السباق، ولكن مع الأسف في خط النهاية تمكن واحد يوغوسلافي باش سلوفاكي باش يفوز بمرحلة أمام الشاب نصر الدين معتوقي. وبالمناسبة الفريق الوطني يعني فاز بعدة نقاط اللي غادي يتأهلوا باش يكون إن شاء الله في بطولة العالم على الأولمبية ديال باريس. نتمنى ان شاء الله في السباق ديال غدا وغدا يكونوا النتائج يحسموا المساله. شكرا لك. Today it's victory for me. I am really happy because it's first day here and also first victory. I am really happy. The day was really hard because your guys, your Moroccan guys, was pushing so hard in the first climb. And they brought the group where we was about 15 guys and yeah, we was working together. And in the last climb, they are attacking and also broke the group. And in the finish line it was sprinting from five guys and it was victory for me, so I am really happy. Merci. بمناسبة ذكرى المولد ديال الوالي العهد الحسن، ساكنة تازا استقبلت الطواف ديال الضيف استقبال بهيج وفرحة وداك الشيء. لاحظتوا هذا التنوع ديال الفرق الفولكلورية والسكينة بين الشباب والشيوخ وداك الشيء والفرحة ديالهم واستقبال الأطفال، تيبين وتيدل على بأن السكان رياضيين عندهم روح رياضية وتيحبوها. الظروف اللي تنتمناو الرياضة ديال الدراجة الثانوية تعمل في جميع المناطق المغرب لأن عندها تاريخ في المغرب. ما تعرفوا التاريخ ديالو، المغرب ديما كان الرائد من الدول الرائده في هذا المكان. اذا ساكنه تازا تحتفل بهذه الذكرى وانا استقبال هذا ضيوف المغرب وانا الدراجين اللي كاينين في سيمتلون. كنحضروا في السباق ديال شالونج مولاي الحسن اللي كنظلموا كل سنه، وهذا السباق داز في ظروف جيده وكان تنظيم محكم، وكما شاهدتوا اليوم في العشر الاوائل ديال السباق كاينين سبعه المغاربه اللي الحمد لله بينوا عن الجداره ديالهم وعن القوه ديالهم، وهذا الانتصار كيزيدنا الا فخر اللي كنظهروا في بلادنا بشكل جيد و شيء ممتاز.